جواب السيدة الوزيرة. تفضلوا، مرحبا بكم. فين غادي السيدة الوزيرة؟ ايوا انا هنا اصهروا على تطبيق القانون. انا هنا والقانون، انا هنا والقانون اطبقه كما اطبقه على نفسي. الكلمات تلقى اساسا من المقاعد المادة 150 واستثناء بإذن الرئيس. لم يطلب لي إذن. تفضلوا واعتذر، اعتذر، انا اطبق القانون، لا فاز احد فوق القانون. تفضلوا السيدة الوزيرة الان، لا احد فوق القانون. كيف حنا واجب علينا؟ من فضلكم السيدة النواب، السادة النواب، لم اعطيكم الكلمة. إلا جيتوا هنا ديروا التمييز، إلا جينا هنا نديروا التمييز، هذا وزير ديالي وهذا وزيرة ديالي وهذا ماشي ديالي، غادي نكونوا حنا حتى حنا كنبذلوا مجهود وكنقراوا القانون التنظيمي للحكومة باش كيمكن لنا نتفاعلوا معها. حتى الحكومة خصها دير واحد المجهود بسيط وتقرا النظام الداخلي ديالنا. نا ليست حرة. سيادة النواب، تفضلي السيدة الوزيرة دابا إلا بغيتي، تفضلوا. نعم، شكون دي تجاوب بلاش؟ يلا السيد رئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، في البداية بغيت نشكركم على الاهتمام ديالكم برنامج فرصة في النسخة الأولى ديالو 2022 والثانية 2023. بغيت نذكر أن برنامج فرصة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإدماج الشباب في سوق الشغل، وكيهدف إلى مواكبة وتمويل الأشخاص الحاملين لمشاريع منذ فكرة المقاولة إلى التنفيذ الفعلي للمشروع والتسويق. وهذا البرنامج كان ناجح لسببين رئيسيين. أولاً، بفضل تحفيز ومجهودات فرق العمل اللي اشتغلت بجد في هذا البرنامج. ثانياً، بفضل أساليب ووسائل العمل الحديثة والغير المسبوقة اللي استعملنا لأول مرة في مثل هذه البرامج. كيف ما كتعرفوا، حققنا في 2022 100% من الهدف ديالنا اللي هو تمويل ومواكبة 10,000 مشروع، وهاد الناس كلهم توصلوا بالتمويل ديالهم وبداوا المشاريع. أكثر من ذلك، هناك مشاريع أخرى تمت الموافقة على تمويلها من طرف لجان التمويل زيادة على الهدف المحقق، وغادي توصلوا كذلك بالتمويل قريباً. وللتذكير، فمن بين نقاط قوة هذا البرنامج، أولاً الحملة التواصلية اللي مكنت باش توصل المعلومات بسرعة وبقوة إلى جميع المواطنين. ثانياً، المنصة الإلكترونية فرصة.ma اللي عطات لجميع المغاربة نفس الحدود للمشاركة في هذا البرنامج. ثالثاً، منصة التعلم عن بعد فرصة أكاديمي اللي مكنت حاملي المشاريع من الحصول على المكتسبات المعرفية الأولية. رابعاً وأخيراً، التتبع الميداني والمستمر لهذا البرنامج. فيما يخص حصيلة فرصة 2022، المؤشرات عندها دلالة كبيرة. عدد الملفات الكاملة 73,000، 50% من المشاريع الممولة مكنت أصحابها من الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل، وهذا الشيء غيساعد على خلق مناصب شغل قارة وغيساهم في المجهود الحكومي لتشجيع القطاع المهيكل. أما بالنسبة للتكوين، ف 23,000 شخص استفدوا في إطار المنصة فرصة أكاديمي، 98% منهم عبروا على الرضا ديالهم من هذا التكوين. بالنسبة لتوزيع المشاريع حسب الأعمار، ف 65% من المستفيدين من البرنامج من فئة الشباب اللي عندهم ما بين 18 و 35 سنة، وهذا الأمر كيبين روح الابتكار والمقاولة اللي عند الشباب والإرادة القوية ديالهم للانخراط في سوق الشغل والرغبة الكبيرة للمساهمة في التنمية ديال بلادنا. أما بالنسبة للنساء،
كيمثلوا 20% من عدد الأشخاص اللي قدموا الطلبات، وكذلك 20% من المستفيدين من برنامج فرصة. وهذا الشيء كيبين الإرادة القوية اللي عند النساء في مواجهة الصعوبات والتغلب عليها لإنجاح مشاريعهن. وبيت النجاح الكبير اللي عرفت الدورة الأولى لبرنامج فرصة، فالدورة الثانية عرفت أيضا إقبال كبير. فبعد 3 أسابيع فقط من فتح المنصة فرصة.ma تم تسجيل 134,000 مرشح. وعلى غرار فرصة 2022 فإن فرصة 2023 غتمول 10,000 حامل مشروع. واللي بغيت نضيف هو أن زيادة على تحقيق 100% من أهداف فرصة 2022 استفدنا بزاف من هذه التجربة الأولى، الشيء اللي جعلنا نسرعوا من إنجاز فرصة 2023. واليوم في ظرف قصير عندنا حصيلة مهمة اللي غادي نقدم لكم. تمت مقابلة 15,000 حامل مشروع اللي قاموا بتقديم المشاريع ديالهم أمام لجان الانتقاء على صعيد جميع الجهات. تم اختيار 12,000 مشروع من طرف لجان الانتقاء الجهوية للمرور إلى مرحلة التكوين عن بعد، والمواكبة من طرف الحاضنات قبل عرض ملفاتهم على لجان التمويل. تم تسجيل 8,600 حامل مشروع في دورة التعلم عن بعد، وذلك عبر المنصة فرصة أكاديمي، منهم 4,600 مروا إلى مرحلة المواكبة من طرف الحاضنات. وأخيراً 2,200 مشروع في مرحلة دراسة ملفاتهم من طرف لجنة التمويل. وبغيت نشكر بهذه المناسبة جميع من ساهم معنا في إنجاح الدورة الأولى ديال فرصة 2022، وكذلك اللي مازال كيساهم معنا في هذه النتائج الإيجابية ديال فرصة 2023.